محمد مكملين لقاءاتنا ومزيد من نجوم النادي الاهلي، ومعانا محمد معوض نجم فريق النادي الاهلي وليبرو الفريق. محمد الف مبروك الفوز، اعتقد لقب غالي صالحته بيه جماهيركم، يعني تقولي على اللقب وعلى البطوله الكبيره اللي عملتوها في تونس. الحمد لله طبعا على المكسب، بطوله غاليه طبعا علينا الحمد لله، بنرضي بيها الجماهير طبعا، بنهديها نشكر طبعا كابتن محمود الخطيب انه طبعا جه استقبلنا استقبال الرائع ده واعضاء مجلس الاداره، والحمد لله بنحاول يعني نراضي الجماهير. طبعا الموسم بالنسبه لنا ما يعتبرش ناجح عشان خسرنا بطولتين، بس الحمد لله بنسبه اللي احنا لسه موجودين، والبطولات حصل فيها شويه لخبطه فخسرناها، لكن الماسترز لسه موجودين ويفضلوا يكسبوا ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي والدعم اللامحدود اللي كان بيوصلكم وانتوا في تونس، يعني تقول لي ايه وتقول لي الرساله تقولها للجمهور النهارده؟ طبعا احنا بنهديها للجمهور، وما كانوا زعلانين مننا وكان حقهم طبعا، بس رغم كده كنا طبعا عارفين ان هم بيدعمونا جدا ورانا، والسبورت بتاعهم كان واصل لنا، فبنهدي لهم الفوز ده ان شاء الله وعقبال اللي جاي. شكرا محمد، واتمنى يا رب دايما بطولات وانتصارات لفريق النادي الاهلي. شكرا، ربنا يخليك. شكرا محمد، ده كانت اول لقاءاتنا مع محمد عادل ومحمد معوض، ولكن مستمرين معاكم مزيد من اللقاءات. الكلمه ليك. شكرا ليك.